لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أنا عمري ما جرحت إنسان، عمري ما سبيت إنسان، عمري ما تهمت إنسان. ديماري عزيز، ديماري ديماري مولود مولود، اطلع اطلع مولود. ديماري ديماري عزيز، ديماري نايتو لابوليس، نايتو لابوليس. تفتلي شحال يا ربي شحال، مش مشي لي تليفون، تليفون بلوكا 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 صح بلوكا. كيف كان شويت الو شرطة، الو شرطة، تعرضنا الارتداء، تعيشوا روحوا لينا، رانا في عين ولمان. عايزين نزوز مع البلاصة هادي، لا زون تعرضنا الارتداء ام بالسلاح. السبت على الخضرة كيما يبيعوا الخضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة انتشر اخبار كتيرة جدا وفيديو للصحفية عائشة بوزمارن، وقالوا انها كانت ذاهبة الى منزل الشيخ والامام عمر بن زاوي للصلح معه والاعتذار له بشأن ما حدث منها، ولكن الامام عمر بن زاوي رفض الصلح معها، وحراس المنزل هاجموا صحفية قناة النهار عائشة بوزمارن وهي طالبة الشرطة لإنقاذها منهم. والبعض الآخر يقول أن هذا فيديو قديم وهي تصالح شخص على زوجته، ولكنه هاجمها بشدة. ولكن الفيديو منتشر جدا على السوشيال ميديا، والجميع فرح في الصحفية عائشة بوزمارن وضحك عليها، وهي ظهرت وقالت انها ما تقصدش واعتذرت له وبكت على الهواء، ولكن الجزائريين رفضوا اعتذارها وقالوا ان هذه الدموع دموع تماسيح. والبعض الاخر تضامن معها وقبلوا اعتذارها. فانت هل قبلت اعتذارها؟ اكتب لنا رأيك في خانة التعليقات أسفل الفيديو. من هي الصحفية عائشة بوزمارن اللي كان ملايين الجزائريين بيحبوها جدا، وكانوا يلقبونها بأنها صانعة الابتسامة للفقراء؟ ولكن الآن بعد ما كانت محبوبة الجزائريين، الآن أصبحت مكروهة الجزائريين. وهذا ليس كلامي، هذا كلام كل الشعب الجزائري الأصيل. والسبب اتهامها المرفوض والباطل لإمام سطيف عمر بن زاوي. ونشوف الناس قالت عليها ايه قبل ما نتكلم عن معلوماتها الخاصة. قال عبد الرحمن الجزائري: الطيور على أشكالها تقع عائشة بوزمارن التي تسبب في إيذاء الشيخ والإمام المحترم عمر بن زاوي. أما زعترية قالت: حبيت نذكر الإعلامية عائشة بوزمارن اللي في لحظة غرور فكرت إنه بالساق تهمة السرقة والتلميح إليها بإمام منتسب لوزارة الشؤون الدينية، يعني الغلطة بحسابها إنها تنجح في رفع مستوى تتبع برنامجها الهابط الذي جوهره عكس مظهره، وتحت شعار مصري يقول الرصاصة اللي ما تصيبش بتدوش، نفكرها بشخص كان مارز عليها وخلط في كبار مسؤول الدولة وكان واضح خدماته تحت رجليهم طار وعلى ودوق راه في الحبس. اسمه أنيس رحماني مديرها السابق. أملا غير حط رجليك في الأرض، ما زالك بزاف بعيدة على الاحترافية. أما عبد الباسط فقال: عائشة بوزمارن حذرنا منها من وقت حصة مور الحيط اللي كانت حصة إباحية بمواضيعها الغير المحتشمة، وهي هات المرأة تتهم إمام بالسرقة وتشتهر به أمام الملايين. وفي فيديو النهاردة بعد الهجوم الشديد عليها هنعرف من هي. ولكن لو انت بتحب الشيخ عمر بن زاوي هتضغط لايك للفيديو علشان نعرف كم عدد محبينه. ويلا بينا على الفيديو. عائشة بوزمارن هي خريجة معهد الإعلام والاقتصاص سنة 2007، وكانت أول تجربة إعلامية لها في الجزائر،
وهي التحاقها بالنهار، وحسب تصريحاتها انها حصلت على الكثير من الدعم عند التحاقها واختارت قسم المحاكم وبالضبط محكمة الشريقة، حيث تناول الكثير من الفضائح والقضايا. وكانت اول فضيحة نشرتها هي فضيحة العقار الفلاحي في بلدية بشاري، وقد تعرضت عائشة الى الكثير من الضغوطات في محكمة شريقة او محاكم اخرى عملت فيها. كما ان عائشة بوزمارن هي اول صحفية اثارت فضيحة تحصل لابن والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، وكانت جريدة النهار هي من فجرت هذه الفضيحة. اكتب لنا رأيك عزيز المشاهد في الصحفية عائشة بوزمارن، وهل انت زعلت منها لما اتكلمت عن الشيخ والامام عمر بن زاوي بالطريقة دي؟ الصحفية الوقحة، اسمحوا لي ان اقول هذا الكلام، التي تعدت حدودها وحدود مهنتها وقاعدة تقاضي في الامام وتسأل فيه وتصور وتسجل دون علم الامام، هذا انتحال لصفة القاضي. بأي حق تقومي بعملية القضاء وعملية التحقيق وتسألي في الإمام وتجاوبي فيه؟ هذا عمل قاضي، عمل سلطات قضائية، هذا إمام محترم. أي مواطن جزائري ما يدكش تتصرفي مع هذا التصرف. الشيخ عمر بن زاوي سبحان الله سعى لهذا البنت، وش كتب ربي تبارك وتعالى عاونها به، ويجي الوالد تاعها يكيل الاتهامات، وصل الشيخ يحلف المنبر بأغلظ الأيمان ويتحدى أنه يجيب هذا السيد ولا أي واحد من 58 ولاية في الوطن، في ربوع الوطن، يجيب أي إنسان يقول أنا مديت للشيخ، يتحدى الشيخ، رفع التحدي، عنده يومين من اللي رفع التحدي، قال أي إنسان مد لي يجي. سبحان الله، وصلت إمام في المنبر يحلف بأغلظ الأيمان، إمام عنده سمعة وعنده اسم وعنده أولاد وعنده أهل وعنده والدين، وهو من أسرة حاملة للقرآن الكريم من الجنوب الجزائري. سبحان الله الحي القيوم، إلى أي مستنقع هبطت صحافة العار، إلى أي مستنقع. صنعت قضية الإمام الجزائري عمر بن زاوي والمتهم بسرقة أموال صدق الحدث في الجزائر، وذلك بعدما خرج مواطن جزائري من ولاية تيارت أمام العالم وفي قناة النهار الجزائرية، وقال أن الإمام جمع لابنته المعاقة أكثر من 500 مليون سنتيم ولم يسلمه منها سوى مبلغ 20 مليون سنتيم. ومما زاد غضب الجزائريين هو تصرف صحفية قناة النهار، والتي حاولت جاهدة تلفيق التهمة للإمام بن زاوي وتشويه سمعته أمام الجزائريين. أين قام هذا الأخير برفع دعوى قضائية ضدهم وضد القناة، ودعا ناشط من السلطات الوصية في البلاد إلى ضرورة معاقبة هذه الصحفية؟ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.